في إطار الحملات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات بعض العناصر الانتهازية استغلال المتغيرات الدولية لرفع أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة برغم وفرتها وبكميات كبيرة، فقد أسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا المجال. تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي الحاسم للعناصر الانتهازية التي تحاول استغلال المتغيرات المحلية والدولية لرفع أسعار السلع بخاصة الاستراتيجية. في هذا الإطار وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها لضبط تلك العناصر، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة، كان من أبرزها ضبط أكثر من 330 طن دقيق ومسلي بدون مستندات. قام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 79 طن دقيق مجهولة المصدر قام بحجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بهدف رفع أسعارها، وضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مالك مستودع دقيق بلدي مدعم بالأقصر بهدف بيعها بالسوق السوداء. ومع توالي الضربات الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 145 طن أرز حجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بأن قام بتخزينها بهدف رفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، وضبط أكثر من 200 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بغرض رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية. وواصلت الإدارة تحقيق النتائج الإيجابية في تصديها لكل من يحاول التلاعب باحتياجات المواطن الأساسية، حيث نجحت في ضبط 75 طن ونصف أرز بحوزة مالك مضرب أرز بالدقهلية قام بتخزينها في محاولة منه لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتمكنت من ضبط 49 طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر استغل صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالدقهلية الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. وضبط أكثر من 28 ألف لتر بنزين قام المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقاهرة بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 634 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مثبت عليها أسعار بحوزة مسؤول مصنع أعلاف حيوانية بالمنوفية كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. حملات أمنية مكثفة ومتواصلة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار الذين يحاولون استغلال المستجدات الدولية لتحقيق أرباح سريعة غير عابئين بالمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.